d'une opération de polissage, lustrage. Alors, on a une voiture, les morceaux-là, on a donné un lavage à sec de la partie ici, pour nous faire les démonstrations. La machine, la MT310 de Magoya, fait faire juge de l'huile. Alors, c'est une machine qui fait la vitesse réglable de rotation de là, d'accord. Bien sûr, on dit qu'il y a باش كنفيكسي لا فيتيس ديالي ملي كنكون خدام لا فيتيس سكون ابل لا فيتيس دو كروزيير ملي كنكون خدام هنا عندي واحد لو طابلو وهذا مهم بزاف باش نعرفوه هو انه ماشي اي برودوي كنختار انا دون فاصون اربيتريغ كنختار لا فيتيس دو روتاسيون ديالي نو لا فيتيس دو روتاسيون ديورا على حسب البونج اللي راكبه عندي وعلى حسب البرودوي باش خدام الوغ هنا تنشوفوا لابليكاسيون اي لو سبيد او بي ام ملي كنكون كنحيد في لي سوير اند ديفيكت ريموفر ملي كنكون حيد في لي ديفو جراحي كندير هنا في البوليساج كندير البوليساج تيقول لي تا لو دغوا انك تمشي من 4800 تور حتى ل 5800 تور يعني هنا في لو سيليكتور ديالي فخصني نكون ما بين 4800 ها لو فلاش و 5800 ما نكونش اكثر وما نكونش اقل داكو ملي كنكون تندير البوليشين والووكسين يعني غنخدم بونجا الصفراء ولا البونجا الكحلة كن دير الواكسين او البوليشين فجو سوي انتر 3800 اي 4800 هادي ما نبقاوش الله يرحم الوالدين الوغ كنجيو دابا عندي البونج ديالي اللي هي حمراء كيف ما قلت لكم فباش تبقاو عاقلين على لو بروسيس فعندي البوليشين عندي الكامب الكاتشين البوليشين الفينيشين الوغ لا ديفيرونس كاينه هنايا بيان سور فيزيوالمون سي لا كولور ديال البونجا مي Concrètement, c'est la densité de l'éponge. Alors, je vais vous dire que je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, je ne suis Non, la densité de l'éponge, je vais vous dire que si l'éponge est dense, je ne vais pas plus abrasif. Je vais vous dire la matière. Plus. La première opération, je vais vous dire que c'est le cas. Je vais concentrer le disque de l'éponge avec le plateau de l'éponge. D'accord. Je vais vous dire le produit de l'éponge. Le speed, le pro speed compound, le M100, les candélobés, la partie de le polissage, le cutting, le pouvoir de coupe, le 12. C'est important. D'accord, c'est très important. Alors, la première opération, les candélobés, que je connais, le pongeable, c'est d'imprégner le pongeable produit. غيبان ليا بحال سي دي غاسبياج مي ابري سي نو سي با دي غاسبياج انا غنوريكم علاش الوغ هادي تنديرو هاد لوبيراسيون ملي كتكون عندي البونجا باقا جديده سي لا بروميير فوا غنستعملها غيخصني البونجا كلها يكون عندي فيها لو برودوي ما يكونش عندي البونجا اون كونتاكت مع الفيرني وهي ما كايناش هذيك لا كومبينيزون برودوي ايبونج حقاش ديما خاص ملي ندخل اون كونتاكت مع الفيرني ديالي خاص البونجا ديالي كلها لان البونجا كلها لا سيرفاس كلها غدور فخاصها تكون كلها فيها لو برودوي ما تكونش شي بلاصه اللي هي ما فيهاش لو برودوي هاد ليطاب هادي كنديرها المره الاولى داكوغ كنديروها المره الاولى كندخلو لو برودوي في البونجا ديالي مزيان اي ابخي في لوتيليزاسيون ديالها فكنبقاو نشدو لو برودوي ديالنا شويه وكنديروا غير دي نوازيت قطيره ثلاثه القطيرات كنديروهم فوالا 1 2 3 لا ماشين ديالي ما عمرني ندورها افيد لا ماشين ما عمرني ندورها افيد كيسكو سا فيدير يعني ما نوركش نديماري لا ماشين ديالي وهي باقا ما توشاتش لي الفيرن على قبل جوج ديال الحوايج الحاجه الاولى بانه هذا البرودوي هذا اللي كاين كله غيتشتت ليا غنوسخ الطوموبيل غنجلخ حالتي نجلخ الطوموبيل وغنجلخ كلشي الحاجه الثانيه هو لونغراج اللي عندي هذه باسكو سي دوبل اكسيون غنخرج عليه ما خصوش يدور افيد خصو يكون فيكس حتى تنحطها فوق من لا سيرفاس ديالي انايا كنهبط لا فيتاس لو مينيموم لو مينيموم اللي هو 3000 تور كنديماري لا ماشين ديالي كنفيكسيها باش نطلقها كنايطالي لو برودوي ديالي هنا انا جو سوي غير اون تران ديطالي لو برودوي هاد لا بارتي اللي غنخدم فيها هاد لو كاري اللي غنخدم فيه جو سوي اون تران ديطالي لو برودوي هنايا من بعد غنطلع لا فيتيس اللي هي اونتر 4800 و 5800
وغنبخدم.